وين قصد الشخوان؟ عبو عبو دار عيني يا با تعالي لا حد يلتم رحم الله والديكم حياكم الله مشاهدينا الكرام حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم هذا البرنامج اللي نوجد بشاشة الرافدين حتى نسمع آرائكم وتعليقاتكم حول المواضيع اللي نطرحها في كل حلقة من حلقات برنامج صوتكم للمشاركة بالبرنامج تقدرون تتصلون بنا على الأرقام اللي تظهر هنا بهذا الشريط أسفل الشاشة ذن الرقمين اللي تشوفوه أمامكم للاتصال من داخل العراق من زاخو إلى الفاو تقدرون تتصلون بنا على واحد من ذن الرقمين أما الرقمين الاثنين اللي راح يطلعن هنا ذني تقدرون تتصلون بنا من خارج العراق فعندكم أربع أرقام للاتصال رقمين للداخل وهذني الرقمين للخارج أما هذا الرقم اللي راح يطلع هنا هذا رقم الواتساب رقم الواتساب ما بي اتصالات عذرونا نسمحكم إذا تدق علينا على هذا الرقم ما راح نشوف الاتصال مالتك ما راح يبين يمي ولا راح نقدر نسمعك عن طريق الواتساب الواتساب فقط للرسائل المكتوبة أتمنى اللي ما يقدر يحصلنا على أرقامنا الثانية يقدر يكتب لنا رسالة على هذا الرقم أتمنى تكون الرسالة مطبوعة باسمه ومكانه حتى نقدر نقراها بالدقائق الأخيرة من حلقة هذا اليوم احنا بعيد الأضحى المبارك كل عام وانتم بألف خير لكن يا عيد هذا اللي دا يصير بالعراق شو كل عيد العراقيين يستلمون عيدية غير شكل من الميليشيات من الأحزاب من الحكومة من الكتل من أي مكان يعني التفجير اللي صار قبل يومين في مدينة الصدر شنو ذنبها الناس اللي طالعة تريد تشتري مستلزمات العيد تخسر ولدها تخسر بناتها شنو ذنب الأزواج يخسرون زوجاتهم شنو ذنب الزوجات تخسر أزواجها شنو ذنب الأم اللي تفقد لها ابن أو ابنة بهذا التفجير أنا السؤال اللي أرد أطرحه السلطة اللي تسمي نفسها حكومة الكتل الأحزاب الميليشيات الوزراء اللي يشتغلون وياهم ذولا كلهم خصوصا اللي بالكوادر الأمنية داخلية شرطة جيش أي شيء شلون تقدر تنام الليل شلون تقدر تنام الليل وانت تعرف انه اكو طفل دمه راح هدر نتيجة انفلات امني انت السبب به شلون تقدر تنام الليل وانت تعرف انه العراقيين مدى يقدرون يتحملون الحر نتيجة درجات الحرارة المرتفعة بالعراق اليوم وماكو كهرباء شلون تقدر تنام الليل وانت تعرف انه بلاد ما بين النهرين البلد اللي بيه نهرين من الطول للطول اللي المفروض ما بي أزمة مي بي أزمة مي شلون تقدر تنام الليل وانت تعرف انه اكو عراقيين ميتين من الجوع شلون تقدر تنام الليل وانت تعرف انه الناس مراضي عليك وانت مشلب مشلب لي بسلطة مشلب لي بكرسي لأجل أغراض شخصية دنيوية إلك بس زين وذولا الناس شنو ذنبهم يعني من تقرون الأخبار وكالة فرانس بريس ذكرت أنه أحد ضحايا سوق الوحيلات في مدينة الصدر أخذ مرته وبنته حتى يشتري لهم مستلزمات العيد بس ما كان يدري أنه هو أخذهم بإيده للموت ما كان يعرف أنه هاي كانت اللحظات الأخيرة اللي راح يشوف بها ولده ما كان يعرف أنه راح يطلع يرجع بحزن ما يقدر ينساه مرتضى سلام ساهي أو أمير محمد ساهي طفلين أطفال صغار فرحانين يجاهم عيد يمكن صار لهم أشهر يحلمون
بلبسة أو بعيدية أو شغلة تفرحهم بهذا البلد اللي شعبه مشتاق للفرحة. طفت شمعتهم نتيجة انفجار ما حد يعرف شنو سببه، سياسي، صراع جنائي، ما حد يعرف شنو سببه، بس اللي نعرفه أكو ناس راحت. شنو ذنبها؟ شنو ذنبها الناس تعيش بهذا الضيم اللي عايشين به من 2003 لليوم؟ من 2003 العراق عايش في سواد. كم شارع وشارع أكو بالركن مات أو براس الفرع أكو قطعة سوداء الفاتحة أو بيت أجر أو متوفي أو متوفية. بيوت العراقيين كلها تشحت بالسواد، واللي مدى يقدر ينسى حزنه بيجي حزن أكبر. تردون نحسبهن؟ ترى هواي ما ينعدن والله. بيهن كبار مثل ما صار بتفجير الكرادة اللي راح نتيجة 300 وأكثر، وإلى اليوم ما حد يعرف شنو نتائج التحقيق بالتفجير اللي صار بالكرادة. مستشفيات عندكم ابن الخطيب وعندكم مستشفى الحسين بالناصرية، مراكز تجارية هواية. إذا نذكر مال الكرادة، سوق الملابس، شورجة، هسه سوق الوحيلات، هواية بيوت. الفيديو اللي شفتوه ترى هذا مو قديم، هذا اعتداء على منزل ناشط، الفيديو اللي طلع بداية البرنامج. أنا سؤالي ليش؟ شنو ذنبها الناس؟ احنا بأيام أعياد، احنا بشهر شهر الحج، بعيد، ناس المفروض تفرح، الأطفال المفروض هسا تركض من بيت فلان إلى بيت فلان، من بيت عم إلى بيت عمه، فرحانين ويضحكون ومتونسين. شنو ذنبه أب يدز ابنه إلى السوق ما يرجع له؟ أتمنى أعرف جواب هذا السؤال. أو أم تدز ابنها أو بنتها للسوق ما ترجع لها، ما ترجع لها إن كان بانفجار أو بعملية أمنية، وما ترجع لها إذا اعتقل ابنها وراح ونداس بالرجلين. أبو حسن من بغداد حياك الله. أبو حسن، السلام عليكم أخوي أفل. عليك السلام والرحمة والإكرام أخوي. الله يحفظك يا أبا ويحفظك. طبعا هو هذا هدف الديمقراطية جابتها أمريكا للعراقيين، هاي الرفاهية اللي جابتها وهاي السعادة والخير والتآلف بين الشعب، وخلت العراق يعني هيجي بصورة يعني مثل ما قشمروا الشعب. هم دول جو للعراق تدمير الشعب وقتل الشعب، يعني يطلع من بيته ما يمن على حياته، يطلع الشغل ما يمن على حياته، يريد يعيش مثل البشرية، ما نقول رفاهية 100% ولا 90، قول فجأة 50 هم دي يحصلها. هم جايين قتل العراقيين وتدميرهم، يعني شغل ماكو، صحة ماكو، شنو هدف الحكومة غير القتل والإرهاب؟ فالشعب يعني تلب بهالحصارات الجثية من العراق. هم يعني الأمريكان ما يعرفون هم جايبيهم، يعني حتى لو هم يعني بالكذب قشمرة والأمريكان ما يعرفون مكاناتهم، ما يعرفون معسكراتهم، ما يعرفون المكانات اللي يروحون بيها. يعني السلاح ده يطلع من إيران وقبل سوريا اليوم بالأخبار. زين الأمريكان وعدهم أقمار صناعية، بس هم الأمريكان رايدين الشعب يندمر، شعب يجوع، شعب يموت، لا صحة لا زراعة لا صناعة لا تجارة، والمخدرات ما شاء الله حدث ولا حد حرج، والمخيمات الناس بيوتها متهجمة وما حد يعير لهم أهمية ولا أي شيء. فهم دول جايين القتل العراقيين، هسه عالسناد يطون الجرف الصخر، يطون بيوت مكان بيوت مالهم. ليش؟ هي مستعمرة، صار العراق مستعمرة إيرانية أمريكية إسرائيلية، فالبلد مبتلى بدول الحصارات. هذول عمرهم ما يكون عراقيين ولا يبنون، يعني صار 18 سنة لو كل شهر طابوقة كانوا بنوا مستشفى، لو كل شهر طابوقة كانوا بنوا
مدرسه، اشو بس الموالات لهم والفلوس تطلع برا والبيوت خارج العراق. يعني الشعب بده يحس على نفسه، ما يقول حدا ندمر نقتل، يعني داعب حقه ينقتل. يعني انت شايف هاي ذاك اليوم يعني مظاهره هاي مال الناصريه وغيرها وغيرها، يعني يوم الظاهر واحد وراسه جو الشغب ومكافحه الارهاب، هم ارهابيين، حكومه ارهابيه، ليش ما يكون مكافحه الشغب تقبض على 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 الحكومه؟ فهم منهم وبيهم عصابات، هم منهم قتله وارهابيين، من رئيس الجمهوريه الى الوزراء الى النواب الى كلهم، هم ذول ارهابيين وما يهمهم الشعب، يجوع يموت يتبهدل يتمرمر. هسه اليوم يقول لك الكورونا الجديده المستجده دي غير نوعيه من الشغله هاي. يعيون هم العراقيين مستشفياتها مال كندي اليوم بالاخبار مكتظه بالسك بالناس وماكو اسره ولا الى علاج. بعد شو منتظرين يا عراقيين لو لو كيف تعدل لو المهانه؟ لما اقول لكم احنا مو شعب واحد على مود تصدقوني، لان جو زباله من خارج العراق دمروا العراق. ولا العراق وين كان؟ وين كان؟ يصير حريق بالمستشفى، يصير تلاعب بالمواد الغذائيه، واحد يقدر يحرق له ارض زراعيه غير ينبشوا نبش، لان ما عندنا حكومه وطنيه، كلهم ارهابيين وقتله ومجرمين. فالبلد ما له علي عندهم، ما اعرف يعني البلد هذا مدمر، هم جايين تدميره. يعني فد يوم بنوا، يعني فد يوم سمعنا مشروع بنوا مستشفى، ماكو يسوي له هيكل ويعوفه والباقي الفلوس لهم. فدول ارهابيين وقتله. يا شعب العراق اصحوا، يا جنوب اصحوا، ترى ما ينفعوكم هذول. السعوديه كل واحد جايب سله غذائيه بالموصل، شنو السله الغذائيه؟ صندوق او بدياله. انتم ما تستحون نواب، انتم نواب ما شنو؟ مال خضره؟ ما اعرف. كلهم هذول ارهابيين وقتله. واللي انتخبهم هم مثلهم، يتحمل وزر الناس اللي قتلوا، وزر الناس اللي دمروا. هاي امريكا جابتكم الديمقراطيه، تهنوا بها ما شاء الله. لا اله الا الله. شكرا 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 لك ابو حسن. ابو اثير من بغداد، حياك الله ابو اثير. ابو اثير تسمعني؟ فقدنا الاتصال يا ابو اثير، اتمنى يا ابو اثير ترجع لي مره ثانيه حتى نسمع رايك. يعني ابو حسن ذكر شغله على الديمقراطيه تحتها الف خط وراها الف علامه استفهام والف علامه تعجب هاي الكلمه بالعراق، لانه حتى ديمقراطيه بالعراق ما نقدر نقولها ولا نذكرها اصلا. بس الرفاهيه، وين رفاهيه الشعب؟ انا اعرف مفهوم الرفاهيه انه واحد عنده شيء يريد شيء احسن من عنده، واحد عايش بمكان يقول اعيش بمكان افضل من عنده، هاي الرفاهيه. الرفاهيه واحد عنده بيت يقول انا بيتي 600 متر اريده 1000. هنا نقدر نقول الشعب مرفه لما يقعد يفكر في النزوات الشخصيه. وين الرفاهيه بالعراق؟ سعاده، طوني نسبه السعاده يم الشعب العراقي ايش قد من 2003 لليوم. راحت بال، اتمنى هسه متصل يطلع لي يقول لي اكو واحد باله مرتاح. حتى السياسيين صدقوني بالهم ما مرتاح. الشعب احنا بالنا ما مرتاح لانه نريد نحس الشعب العراقي عايش، حصل حقوقه بافضل صوره بدون ما يطلبهن، بدون ما ينكتلون شبابنا بالشارع قدام عيوننا اللي هو يقول لك انا اريد كهرباء وماي وامان. والسياسيين تعرفون ليش بالهم ما مرتاح؟ لانه دا يفكر شقد بعد يقدر يبوق من اللي بقى من اموال الشعب العراقي. امان كل العالم وانتم شايفين من 2003 لليوم شنو الامان اللي عندنا؟ استقرار. ما اتوقع انه الشعب العراقي اليوم عنده ذره استقرار، لا هو ببيته لا هو برا بيته. والدليل اللي يقعد ببيته اذا طبوا له وقالوا له ناخذ ابنك عندنا استفسار امني او كم سؤال ما يرجع. ام محمد ويانا من الصقلاويه، حياك الله يا ام محمد. الو، احنا المقيدين. تفضل يما. احنا الصقلاويه. نعم نعم يا احنا لحد الان
ولده ما ندري فيهم ولا واحد فيهم الدنيا. ايش قد صار لهم يوم؟ اليوم صار لهم 6 سنين. 6 سنين يعني من 2015. من 2016 بالتحرير. ما ندري ولدنا وين. سالتي عليهم شو يقولوا لك؟ ما يقولوا لي ما ندري فيهم. احنا اخذنا زين من الجهه اللي اخذتهم تعرفيها لو لا؟ لا ما هو طلعنا وسلمنا حد جيش وصارت راحت. تمام. والحد لا مقيدين احنا وما حد يطالب فيهم. نعم. وريد من الجهات المسؤوله تدور على ولدنا. نعم. واحنا ملينا والله ندور ما احنا منطقه الاحتياج. نعم نعم نعم. اي وسع كلها خليه هاي المنطقه خليه بس نساء وجهاز والله. نعم نعم نعم. والله. وصل. من عندكم المسؤولين. وصل وصل صوتك ام محمد، شكرا شكرا لك. بس هنا السؤال اللي انطرح، كم ام محمد اليوم بالعراق؟ سالوا اي قانوني واي واحد يفتهم بالدستور او بالقانون، شوفوا من حق الحكومه العراقيه انه تخفي ولد عن ام او ولد عن اب او اخ عن اخ او اخت، ما من حقها. حتى لو كان هذا الشخص مجرم. ابو اثير من بغداد رجع لنا، حياك الله يا ابو اثير. حياك الله عينك. هلا بيك اخوي. شلونك؟ هلا بيك، تفضل. مهجري جرف الصخر. اي والله ما عادي. نعم. اي والله. نعم. الو. وياك وياك، تفضل. احنا مهجرين جرف الصخر بكت بالتلفزيون بكت الله. نعم. اي والله. نعم نعم. شكرا شكرا لك ابو اثير. وكم ابو اثير بالعراق؟ هاي المخيمات، اهالي جرف الصخر، اهالي لمبار، اهالي الموصل، محافظه نينوى، اهالي كركوك، دياله، اللي تهجروا من مناطقهم، شنو السبب اللي تهجر من عنده؟ السبب اكو جهه جتي ارهابيه كائن من تكون طبت للعراق بليله ظلمه. السبب في دخولها هو خلل موجود بالحكومة وموجود بالقوات الأمنية، مو المواطنين اللي ساكنين ذيك المنطقة. يتهجر ويتعاقب لأنه هو من سكان ذيك المنطقة اللي تسلطت على رقابهم حكومة ما تقدر تحفظ الأمانة اللي عندها بلد تدافع عن أمانة، أو تجيها جهة إرهابية من الخارج. صالح ويانا، حياك الله يا صالح. عليكم. عليك السلام والرحمة والإكرام، تفضل أخويا. والله احنا من السجن جانا شو ياك. نعم. من ايه. ايه. والله احنا بس نريد نوصل صوتنا للحكومة هاي. تفضل الهواء إلك، وصل صوتك. احنا سجناء. ايه. بس جيت صراحة ربي كل شيء ما نريد من عندهم، لا نريد عفو من عندهم ولا نريد هالشيء. نعم. شرطي صار لنا سنين بالسجن. زين. بس هذا اللي نمرتهم. بس ورا شرطي مشوا لنا اياه. طيب يعني مطالبكم شنو؟ والله بس ورا شرطي. شنو هو؟ ما عندنا بس ورا شرطي يطلب عنا. زين. الو. وياك. ها؟ نعم شكرا شكرا لك اخ صالح. يعني نفس المطالب. وكم صالح بالعراق؟ ذاك اليوم من يطلع تقرير واحد احد النواب يقول سجون العراق يعني بعد ما تكفي سجناء، لانه الطاقه الاستيعابيه مثلا لسجن الحوت 4000 وبها 11000 وكسر، يعني ضعفيا. اي كارثه.
هذا سجن واحد، وأخ صالح وغيره 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 وغيره. أنا أريد أسأل سؤال، البريء ليش ينسجن أصلاً؟ أقول لكم شغلة، القانون وين؟ وهذا البلد اللي احنا عايشين به اللي هو العراق، القانون وين؟ القانون اللي مفروض يحمي الأخ والأخت والأم والأب والابن ويحمي القوانين ليش نروح بعيد؟ هم من يوم اللي جوي لليوم. أبو حسن يقول بنوا مدرسة، بنوا مستشفى. اليابان تعرضت لقنبلتين نوويتين، هيروشيما وكاوازاكي. كم سنة وقفت على حيلها وصارت من كبريات الدول الصناعية بالعالم، وغزت العالم في منتجاتها من كهربائيات، من سيارات، من كثير أشياء. التكنولوجيا اليابانية المشهورة. العراق ب 18 سنة بكل شهر ضربة هيروشيما، إن كان بمدن مدمرة، إن كان بماي، إن كان بغاز، إن كان كهرباء، إن كان بصحة، إن كان بزراعة، إن كان بصناعة، إن كان بتجارة، بكل شيء. شنو اللي بنوه هم؟ جوي قالوا إحنا دا نريد نحرر البلد من كثير من النقاط. جوي قالوا إحنا نريد نجيب الديمقراطية إلى هذا البلد حتى يعيش العراق برفاهية. يجوي على ظهر الدبابة الأمريكية وهم يوعدون الشعب العراقي أنه راح يعيش أفضل عيشة. سؤالي إلى الشعب العراقي، يا ترى إحنا عايشين أفضل عيشة؟ أبو محمد من البصرة حياك الله. السلام عليكم أستاذ. عليك السلام والرحمة والإكرام أخوي. لا وأنت بخير كل العراقيين الأبطال. وأنت بألف خير يا رب. شلون أخوي؟ طيب إن شاء الله. هلا بيك أخوي، تفضل. حقيقة أنا كنت أقلب بالقنوات وصلت إلى قناة راشدين وشفت برنامجكم اللي يحمل عنوان صوتك. نتشرف فيك. الله يخليك يا صاحبي. الحلقة متعلقة بأي جانب، ولكن جنابك تدري أنه قبل يومين رئيس الوزراء لما أطلق مبادرة داري للسكن وقطع الأراضي. نعم. تدري انه هذه كما تعلم ويعلم الرفاه العراقيين انه هذه لعبه سياسيه لاجل الانتخابات. تدري يا ريت من خلال منبركم وقناتكم الطيبه العراقيه اللي تحمل الصوت العراقي الصحيح الذي يحمل الطائفيه ان شاء الله، وانا ثقتي بكم وثقه كل عراقي شريف بالتاكيد، انه تدري انه قبل اعلان هذا المشروع وتوزيع الاراضي والدعايه اللي تفتهم واللي يعني ساعتهم بالانتخاب، حلقوا انه هنالك شرائح كثيره استلمت قطع اراضي، يقصد الموظفين منهم. خلي بالك اخي العراق، تدري هاي الامور انه بعضهم استلم قطعه ارض وضاعها 100 مليون فوق ال 100 مليون، وبعض الموظفين التابعين للدوائر الخدميه اللي دوم يعني كوشين في عالي حقوقي يعني مليونين مليون ونص، يعني متى الحال اللي يعيش العراقيين حتى في توزيع حقوق ابناء راشدين. اي فيا حبذا انه من من برنامج صوتكم اللي يحمل صوت العراقيين ابناء هذا الشعب، اي انه حتى في هاي المساله بخس وظلم يا اخي. نعم نعم الله يبارك فيك اخوي، ان شاء الله صوت عراقي لا في كل حراس ان شاء الله. يبارك بعمرك اخوي العزيز وشكرا جزيلا لك. هو انسان اعلامي واعي ومثقف، تجيد يعني تجيد لغه الاعلام، انه لا نريد التمييز حتى بين الموظفين في توزيع هذه المساله. نعم 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 ان شاء الله ان شاء الله. نعم نعم شكرا شكرا لك ابو محمد. سعد من الكويت حياك الله يا سعد. حياك الله يا استاذنا المحترم النشمي الغالي يا استاذي، ونشكر قناتكم ونهنيكم بالعيد السعيد يا استاذي. حياك الله يا استاذ. الانفجارات هذه لا تجوز شرعا وقانونا،
ومحرمة دستوريا يا أستاذي. نعم. وكذلك عمل غير صالح وجريمة نكراء، وأنا أعتقد أن وراء هذه الانفجارات متعاقين للمخدرات والمسكرات والحشيش السجاير يعني. هذا سؤال. السؤال الثاني يا أستاذي، بالنسبة أنا يعني متألم جدا دائما وأبدا من أولا وأخيرا بالنسبة لحرق البساتين سابقا والمحاصيل الزراعية يا أستاذي، وكذلك تلوث المياه، ونتمنى من السستان يشور بمن يلوث المياه، وكذلك أيضا رئيس البرلمان وكذلك رئيس الحكومة أن يحاسب هؤلاء من لوث المياه ومن عمل هذا التفجير يا أستاذي. وكذلك أيضا يا أستاذي بالنسبة لتأثير المخدرات على الشعب سواء الكويت ولا العراق أو غيره يعني، يجب يتخذ فيهم إجراءات عادلة وحكم شديد اللهجة يا أستاذي، لأن هذا لا يجوز، غير عمل غير صالح. أيضا يا أستاذي بالنسبة للمياه، تلوث المياه جريمة النكراء، وكذلك ندين أيضا يا أستاذي ونستنكر ونشجب تكميم أفواه الأحرار الأوفياء. وآخر الكلام يا أستاذي، ابعد عنا الهموم والألم والأمراض يا أستاذي الصدرية والنفسية والعضوية. تحياتي لك وللبرنامج وللقناة، وشكرا يا أستاذي المشمي. حياك الله أخ سعد، شكرا جزيلا لك. أبو علي من واسط، حياك الله يا أبو علي. السلام عليكم سيد عادل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساء الخير للعراق، ونقول كل عام وانتم بخير وايامكم سعيدة، ونسأل الله سبحانه وتعالى انه يبدل الحزن في العراق الى بهجة وافراح ان شاء الله بجهود الخيرين من ثوار تشرين وبأصوات الحرة مثل قنواتكم الكريمة وبعض القنوات الحرة اللي ما سيطر عليها الاحزان. وياك أخوي. كما للأسف نعزي إخواننا في مدينة الصدر الثورة سابقا لاستشهاد كوكبة جديدة من أبناء الشعب العراقي، وحنا دائما أحزابنا السياسية تضحي بأبناء الشعب من أجل أن تصل إلى السلطة. يجب أن يكون قبل كل فرحة عيد يقتل هذه الفرحة بإما تفجير أو حرق أو استمرار لاغتيال النشطاء والثوار في العراق. يعني بصراحة أنا أتهم أولا وأخيرا بهذا التفجير مختبر الصدر. الأسباب، السبب الأول أنه هو من يريد يصير التيار الصدري يأخذ الرئاسة وزراء في الحكومة القادمة. زين، أنت شلون تتولى أمر دولة وأنت مو قادر تحمي مدينة، مدينتك اللي هي وصلتك لهذا السلطة، أصواتك يتبعونك في كل شيء، ناس شايلة عقولهم وحاطة صورة السيد الصدر وصورة مقتدى، يقول مقتدى يمين يمشون يمين، يقول مقتدى يسار يمشون يسار. إذا هذول أنت ما قادر تحميهم، شلون تحمي دولة؟ شلون تقدر تبني دولة؟ ثانيا ليش هسه التفجيرات؟ يعني شو نحن ثم دبوها على تنظيم داعش، أو هو اعترف تنظيم داعش معروف تنظيم إرهابي يريد أي خراب لأي بلد حتى يحكي به. لكن ليش اليوم؟ ليش لما اختلفتوا؟ ليش لما الصدريين انسحبوا من السلطة؟ ليش لما صار اكو خلاف انتخابات تصير لما تصير؟ يعني هذه الأمور قامت ما تنطلي تأثير على الشعب العراقي. احنا اليوم فهمنا الشعب العراقي فهم كيف تدار اللعبة، فهم انه أما إذا اتفقوا التفجيرات خفت وتبدأ الحرث من أجل تغطية الفساد والسرقة، وأنه إذا اختلفوا في البرلمان بدأت التفجيرات تظهر ويسمونها مال داعش. ثانيا احنا نقول انه التقصير الاول والاخير بعد سيد مقتدى من السلطات الامنيه، لان السلطات الامنيه مثل ما طلعونا باغتيال الشهيد هشام الهاشمي السلطات مخترقه. ملازم اول ينفذ عمليه اغتيال بناشط، شنو داعيها؟ شنو السبب؟ اذا الاختراق موجود. يعني يمكن هذولا إذا حسبناها حساب تنظيم داعش، أكو أحزاب تقتل أبناء الصدريين دقت لهم سهلة الأمر لداعش دخلوا، منطق لهم ومنطق ثالث. يعني إذا 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 ملازم أول يقتل شخص، زين بمن أثق أنا؟ أنا شلون اللي كاظم أثق بالحكومة؟ شلون أثق بالأجهزة الأمنية؟ من اللي يحميني اليوم؟ أنا أحمي نفسي، الدولة عزت أنها تحميني.
فللمنطق ناخذه. نعم نعم نعم. اكو سياسيين، اكو منطق موجود انه الشرطه هي متفقه مع الارهابيين والميليشيات والخارجيين عن القانون كما وصفوهم هم. نعم. اذا ما حد يحميني، هم اللي قتلوني. فالمتهم الاول والاخير مقتدى الصدر والكاظمي. هذا منطق اللي يقول، وانا حسب رايي يعني اريد احد يفند لي هذا الامر. والاخ اللي ينادي الاخ سعد مع جل احترامه، ترى لا حياه لمن تنادي، لا سستاني ولا الحلبوسي ولا الكاظمي. ما معقوله انت يا استاذ سعد تفزع اهل البلد حتى يحموا البلد. هذا ما يعني همنا. نعم. انا اسف كسرت كلمه المنطق، لكن هو هذا المنطق يقول اذا استاذ اسل ما تاخذ غير على قناه تفاصيلين يقدم برنامج ممتع، انا ما اجيب واحد من برا يقدم للقناه برنامج ممتع. يعني اشكرك كثير. شكرا شكرا الله. شكرا لك ابو علي. ام محمد من صلاح الدين، حياك الله يا ام محمد. ام محمد. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام. اخي بالنسبه للمقيدين، نعم، إلى متى يعني هم يماطلون في الموضوع؟ نعم. يعني هم ما بيعيشون بالنساء بالعوائل بالأطفال بالأمهات بالزوجات، يعني هم ما بيعيشون بينا؟ نعم. يعني اليوم أنا زوجي مضغوط 5 سنوات وعندي أطفال كلها قصر، أكبر واحد مواليد 2004، يعني لا راتب لا عيش. يعني هم إلى متى يعني يذلون بالعراقيات؟ إلى متى؟ نعم. يا اخي عنوهم المقيدين، عنوهم شهداء، انطوا اهلهم حقوق حتى تعيش الاطفال تعيش الزوجات. متعبنا ملينا من هالموضوع. نعم نعم. يا اخي ما خلينا سجن وما يعني دقينا به حاسبه، لا خلينا محامي ما حطينا، يعني احنا اللي قدام زي محمد. زوجك منو اخذه؟ زوج اختهم في المقبره. بالمقبره؟ من المنطقة، من نفس منطقتنا اثنين أخذوه. من هم ذول الاثنين؟ ما عرفتيهم؟ ما حد قال لك ذول الاثنين المن تابعين؟ تابعين سلموا للحشد في عملية صلاح الدين، وبعدين من عملية صلاح الدين اختفى. يعني أنت بالبداية لقيتيه بعملية صلاح الدين؟ نعم. وراها بعد ماكو؟ بعد اختفى من عملية. زين شو يقولوا لك؟ يعني انت ما تقولي لهم انه انا زوجي كان موجود هنا واختفى من يمكم؟ يقول احنا انطيناهم افراج وراحوا للسائلو ومن السائلو اختفوا. اوكي تمام. يعني قالوا انطيناهم وراحوا لذيك الجهه، ما رحتي عليها وسالتي رجلك وين؟ ما خلينا يعني ما خليت يعني تدراني حرمه يعني شو اريد اسوي؟ ما خليت مكانه ما دقيت في حاسبه. هو أنا هذا سؤالي أختي، يعني أنت تقولي لي زوجك كان موجود وراها اختفى وهو موجود في أحد السجون العراقية اللي هو في صلاح الدين، من اختفى ما يقولوا لي شلون اختفى من يمهم؟ شنو يعني طار؟ يقولون يعني لا، هم يقولون انطينا أفراد، هو يعني حتى مجموعة مو بس زوجي، هم مجموعة يمكن كونة من 9 يمكن أو 10 من نفس المنطقة. يقول يعني إحنا طلعناهم للسائل أفراد سائل الحجاج، يقول بعدين اختفوا من هناك. ها افراج همينا وياها. تمام تمام. ايه ايه شقت القاع وبالعزم بس سايلو. نعم 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 نعم. ولحد الان احنا معنا هو موظف الوقفه السنيه، اخي سنداعي بالراتب بس اريد الراتب تنعيش. نعم. حتى هو راح اختفلتوه اختيتوه حسبي الله ونعم الوكيل، هسه اريد الراتب تنعيش. نعم نعم نعم. شكرا 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 لك ام محمد، وربي ربي يرد لك اياه ان شاء الله سالم. شكرا لاتصالك. محمد من بغداد، حياك الله يا محمد. محمد محمد وياي، يبدو انه انقطع الاتصال ويا الاخ محمد، ما دا يسمعني، اتمنى يرجع لنا حتى نسمع رايه. نرجع بها من البدايه. ابو محمد من البصره يقول توزيع الاراضي على الموظفين حول القضيه اللي نشرها الاخ او مصطفى الكاظمي رئيس وزرائيه، مبادره داري لاسكان الموظفين، يقول توزع بطريقه حتى في توزيع قطع الاراضي توزع بها محاصصه، واكو ناس استفادت وناس لا. انا اللي اعرفه هو الاستحقاق اللي فوز. أنا اللي أعرفه هو المفروض كافة موظفي الشعب العراقي عندهم استحقاق، ومن له الأحقية. أكو المفروض شروط تطبق
على الموظف حتى يقدر يستحصل قطعة قاع. أما اللي دا يصير بالعراق يا أخ أبو محمد هي مو بس قطع الأراضي، إذا تجي لواعيب كرة القدم بالمنتخب العراقي محاصصة، البرلمان محاصصة، الوظائف محاصصة، قطع الأراضي محاصصة، كل شيء اليوم بالعراق دا يمشي بهذه الصورة. اللي ثوار تشرين دا ينكتلون، بعض من عندهم مشاهداء ثوار تشرين راحوا ونطوا دماء زكية نتيجة أنه ما يردون هاي المحاصصة. فإذا ما خلصنا من تطبيق هذا الجسم المريض في العملية السياسية ما راح نخلص من هاي القضية. أما الأخ سعد سأل سؤال يقول ليش البرلمان ما يحاسب المسيئين في كافة جوانب الحياة بالعراق؟ ما أتوقع اليوم البرلمان إلى شغل أنه يحاسب المسيئين، لأنه هسه البرلمانيين ملتهين يسووا لي وجبات مال غدا ويحطون صورة دعاية انتخابية حتى يوزعوها على الناس، وبطانيات وصوبات ومن السوالف التعبانة اللي شفناها من 2005 لليوم، حتى يجيب أصوات مرت اللخ، ده يصعد مرت اللخ للبرلمان حتى يأخذ راتب وراتب تقاعد وراء 4 سنين، شلون الله أعلم. أبو حسن ويانا حياك الله. أبو حسن من كركوك. الو حياك الله اخويا. ابو مهدي. ابو مهدي عفوا، ابو مهدي حياك الله. ابو مهدي الو السلام عليكم. عليك السلام والرحمه والاكرام، شلونك؟ نحمد الله على كل شيء. الو الله يساعدك سيد. ويساعدك اخويا. شلونكم؟ هلا بيك اخويا. أولا نعزي أهلنا في مدينة الصدر بهذا المصاب الجلل. نعم. ونتمنى للجرحى الشفاء. نعم. يا أخي العزيز، من أمن العقاب أساء الأدب. نعم. نقول للسياسيين اتقوا الله بهذا الشعب. نعم. ونقول حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم. ولعنة الله على أمريكا ومن والاها. نعم. ولعنة الله على أمريكا ومن والاها. نعم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام والرحمة والإكرام. بس يعني السؤال اللي الكلمة اللي قالها أبو مهدي هي كافية، أنه من أمن العقاب أساء الأدب. ولعن الولايات المتحدة الأمريكية، ضيفوا عليها إيران، لأنه إيران ما جت العراق لبناء البلد. يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية لما انهدت العراق على طبق من الذهب إلى إيران، هذا حالنا اللي كانوا يردوه. البلد اللي احتل نتيجة كذبة أساقها اللي كل دول العالم هم نفسهم اللي هسه دا يحكموه، اللي كانوا يسمون نفسهم معارضة، نفسهم ترى، نفسهم اللي كانوا بمؤتمر مدريد ومؤتمر لندن، نفسهم اللي كذبوا على نفسهم وصدقوا الكذبة وجوا يحكمون هذا البلد. هذا البلد اللي من المفترض هو أغنى بلد بالعالم، مي بنهرين، معادن خير من الله، نفط أكبر احتياطي، أرض خصبة ما شاء الله، زراعة كانت موجودة عندنا في كافة أنواعها، صناعة موجودة عندنا كانت، حتى معامل سيارات موجودة كانت بالعراق. من المفترض هم من جوي ورفعوا نتيجة هذا الاحتلال الحصار عن البلد، البلد يتطور. من المفترض أنه الشعب العراقي بعد عام 2003 حسب ما هم وعدوا الشعب اللي عاش من 80 إلى 2003 يعيش أجمل من عنده. اللي عاش الشعب العراقي في سبعينيات القرن الماضي اللي تعتبر هي الفترة الذهبية للعراق، لما كانت العملة العراقية أغلى عملة بالعالم،
لما كان الشعب العراقي أغنى شعب بالعالم، لما كان المواطن العراقي ما عنده هم شلون يعيش، لأنه عيشته مضمونة وبكرامة. من المفترض أنه الشعب العراقي بعد 2003 حسب الوعود اللي ساقوها هم اللي دي حكمون البلد هسه يعيش أفضل من ذيك الفترة. نشوف بناء، نشوف صناعة، نشوف تجارة، نشوف زراعة، نشوف أشياء جديدة. بس يجون يقولوا لك أنا راح أسوي النقل عمودي مثل ما قال حيدر العبادي، وكل شيء ما قدروا يسوون. راح نخلي كهرباء 24 ساعة على 24 وتكون الإنتاج فائض عن الحاجة مثل ما وعد حسين الشهرستاني، بس يبدو أنه الانقطاع صار 24 على 24. بلد بنهرين المفروض ما بأزمة مي، بس يبدو أنه الانقطاع صار بأكثر من عنده. عبد الرزاق من بابل حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. أيامك سعادة أستاذ أفل. وأيامك أخوي. أستاذ أفل، بالنسبة للانفجار اللي حدث في مدينة الصدر، نعم، هو نزاع وخصام بين السياسيين، ويدفع ثمنه هو ناس الضعفاء والفقراء. فهاي السياسة اللي جاي تدفعها الأحزاب السياسية الدينية، فيتصارعون على المناصب والكراسي، ويكون الفقير والضعيف هو الضحية. فما يعني ما في أي علاج هذه للأحزاب غير الانتفاضة الشعبية اللي تخلصنا من 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 هذه الأحزاب اللي زين أخويا. بس عندي سؤال، يعني أنت قلت هذا الانفجار وكثير من الانفجارات كذلك، الانفلات الأمني بشكل عام بالعراق اليوم هو عبارة عن نزاع سياسي ما بين الكتل السياسية أو ما بين السياسيين. زين، إلى متى هذا الصراع ما بين اثنين أو طرفين يدفع ثمن شعب؟ نعم سادة. نعم. إلى متى إلى نتخلص من هذه الطبقة؟ يعني وجود هذه الطبقة أستاذ أفل هو استمرار بمزيد من المآسي ومزيد من المفاجع. نعم. فإذا بقت هذه الطبقة على حالها، أما الحل والخلاص الحل من هذه الطبقة هو انتفاضة شعبية كل ربوع العراق. وتحياتي لك. شكرا لك أخ عبد الرزاق. بالنسبة إلى رسالة الواتساب اللي وصلتنا اليوم، رسالة تقول: أخي الكريم، الكلام أو كلامك يجرح القلب، ولكن العدو لم يكن صديق يوما ما. لا يريد الخير للشعب العراقي أمريكا وإيران، لا يريد الخير للشعب العراقي كل ما أمريكا وإيران. الله أكبر على العراق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر قناة الرافدين يا عيون الشعب المظلوم. السلام عليك يا أخي أفل. الشعب أقول لا عمامة ولا زدارة، كلهم كنس إلى مزبلة التاريخ. رسالة أخرى: صدق أو لا تصدق، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يستلم مخصصات يومية قدرها 1,350,000 دولار على السيد مصطفى الكاظمي الاكتفاء ب$100 وتوزيع الباقي على الفقراء والمحتاجين. رسالة أخرى: السلام عليكم، تحياتي للشعب العراقي، اللهم احفظ العراق وأهل العراق. خالد أبو وليد وياكم من الأحواز، حياك الله أخويا خالد. رسالة أخرى تقول: السلام عليكم، تحية طيبة للشعب العراقي، أتمنى أن يعود العراق كما كان في السابق، أخوكم من فلسطين. المشكلة اليوم اللي داعيش الشعب العراقي هي بلاوي. زراعة ماتت من زمان، الصناعة قضوا عليها هم وقتلوها بيديهم، التجارة انتهت. أما الصحة اليوم بالعراق، فأتحدى أي عراقي أنه يقدر يطب مستشفى هو ماكو خوفه بقلبه من اللي راح يصير جوه، خصوصا ورا ما صار في مستشفى ابن الخطيب ومستشفى الحسين التعليمي بالناصرية، مستشفى ابن الخطيب ببغداد. اليوم المواطن العراقي عنده خوفه، خوفه من المستشفى، وخوفه من الكادر الصحي، وخوفه من الغلاء الأسعار اللي دا يصير في بيع الأدوية، خوفه من عدم وجود العلاج اللازم لعلاجه، نتيجة أنه ماكو وزارة تهتم في استيراد العلاج اللازم للمواطن العراقي. التجارة العراقية منتهية، حصة تموينية تعرفون حالها أكثر من عندي. حال الشعب العراقي اليوم عايش، بس هو معايش، احنا بعيد. المفروض على مصطفى الكاظمي وكل من موجود بالحكم اليوم قاعد يفكر شون، قبل اشهر قاعد يفكر شنو يقدمه للشعب العراقي
بهذا العيد شلون يفرحة؟ شنو اللي يسويه اليوم بالشوارع العراقية حتى المواطن لما يريد يتنفس ويطلع من بيته وهو يريد يشوف لمكان ثاني ويروح الحديقة أو يروح إلى سينما أو يروح إلى متنزه يريد يتونس؟ لازم تفكر الحكومة العراقية شو تقدم له حتى هذا المواطن يروح مرتاح ويرجع لبيته هو غاسل همومه. بس يبدو اليوم أن المواطن العراقي ما يقدر يغسل همومه، لا هو جوا بيته ولا هو برا بيته. السبب أنتوا قلتوها، هالأحزاب اللي جاية تحكمنا. نلتقيكم على خير إن شاء الله بنفس الموعد بحلقة جديدة من برنامج صوتكم باكر. في أمان الله.